الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وفقاً لمبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء. ووزير الخارجية يسلم رئيس المجلس الأوروبي رسالة من الرئيس السيسي. انتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. تحياتي لكم. بداية هذه النشرة ستكون مع زميلي همام مجاهد. همام، تحياتي لك. شكرا جزيلا لك يا آية، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الأعزاء في هذه النشرة الإخبارية المفصلة التي نستهلها من رئاسة الجمهورية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وفي اجتماع آخر مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة ومساعد مدير إدارة المركبات للتسليح ورئيس مجلس إدارة شركة MCV. وجه الرئيس السيسي بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل. كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الأراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، والمهندس سامح نبيل مدير إدارة التصدير بشركة MCV. الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في تطوير مركبات النقل العام والنقل الثقيل بمختلف أنواعها بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ذات الخبرة المتميزة في هذا الإطار للتوسع في استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود بديل، خاصة ما يتعلق بالحافلات والشاحنات، وذلك بالنظر إلى المردود الاقتصادي والبيئي لتلك المركبات، وكذلك لمواكبة التطور المتنامي عالمياً في الاعتماد على الوقود النظيف، فضلاً عن الاستمرار في تطوير البنية التحتية ذات الصلة من محطات الشحن والصيانة. كما وجه السيد الرئيس كذلك بالتوسع في جهود إنتاج أوتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، وذلك بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والقطاع الخاص مع الالتزام بمبدأ التوطين المحلي لصناعة مستلزمات الإنتاج كهدف أساسي ووفقاً لاشتراطات الجودة وأعلى المعايير العالمية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التعاون بين الدولة بقطاعاتها المتخصصة مع القطاع الخاص، ومنها شركة MCV، وذلك لتصنيع وإنتاج شاحنات النقل الثقيل التي تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وذلك على نحو يلائم متطلبات السوق المحلي، مع انتقاء أفضل ما توصلت إليه الشركات العالمية من المواصفات الفنية ذات الصلة، بما في ذلك الصيانة والإصلاح وعوامل الأمان. كما تناول الاجتماع متابعة جهود الدولة لتحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي، خاصة التي تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة الآخذة في النمو على مستوى العالم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيسا لهيئة قضايا الدولة. واجتمع الرئيس السيسي مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة عقب أدائه اليمين الدستورية، حيث أكد دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة في ترسيخ العدالة على نحو يحفظ الحقوق ويصون مصالح الوطن. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 2021 قرر منح السيد المستشار أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وسامي الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 269 لسنة 2021 قرر يعين السيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة اعتباراً من 1/7/2021. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالشرف والأمانة، وأن أحافظ على أسرار الدولة، وأن أحترم الدستور والقانون. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية، وجه مدبولي بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات. وكلف رئيس الوزراء وزير الاتصالات عمرو طلعت باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية ومضاعفة فرق العمل، وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات واستكمال منظومة التحول الرقمي. أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وإيطاليا ومستوى التعاون القائم بين الجانبين، مبديا تطلع مصر لزيادة حجم التعاون واستحداث مجالات أخرى بما في ذلك إقامة شركات مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع ماركو ألفيرا رئيس شركة سنام الإيطالية للطاقة، حيث تم مناقشة مشروعات التعاون المحتمل مع الشركة في مجال التحول الأخضر بما في ذلك إنتاج الهيدروجين. وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بأية مقترحات جادة للتعاون في هذا المجال، لا سيما في ضوء سعي الدولة المصرية لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة. التقى وزير الخارجية سامح شكري برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تناول وزير الخارجية خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة، علاوة على التطلع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر. واستعرض شكري بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على إفطار عمل في بروكسل،
حيث تم التباحث بشكل معمق حول جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين. كما شهد اللقاء تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها ملف سد النهضة، حيث عرض شكري نتائج جلسة مجلس الأمن الأخيرة، ومعربا عن تقدير مصر للبيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، والذي انتقد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مع تأكيد المطالبة بأهمية وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم في إطار زمني محدد. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري بمفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية إلفا يوهانسن لبحث التعاون بين الجانبين في مجالي الهجرة واللجوء. وتطرق الجانبان لكيفية دعم مسارات الهجرة النظامية وتعزيز حماية المهاجرين واللاجئين وتطوير التعاون الإقليمي والدولي في هذه المجالات. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا مع أمين حلف الناتو يانس ستولتنبرغ في بروكسل للتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية وطرح الرؤية المصرية بشأنها. وقالت وزارة الخارجية إن اللقاء تناول سبل تفعيل وتطوير برامج التعاون والشراكة القائمة وتعزيز التعاون في عدة مجالات، من بينها الأمن السبراني ومكافحة الهجرة والإرهاب والهجرة غير المشروعة، إضافة إلى بناء القدرات البشرية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الراهنة. وأشار شكري إلى الموقف المصري إزاء الأزمات التي تواجه عددا من دول المنطقة. أكد المفوض السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تفهم الاتحاد لمخاوف مصر والسودان فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي. وعقب اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، دعا بوريل الدول الثلاث للحوار من أجل التوصل لحل للأزمة. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية بالأمن العام ومكافحة المخدرات خلال أسبوع، والتي أسفرت عن تحقيق النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 389 عنصراً إجرامياً ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق 17 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل عمد، سلاح، بلطجة، مخدرات. وضبط معهم 210 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 61 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 944 قطعة سلاح ناري، أبرزها 133 بندقية، 94 بندقية آلية، 54 مسدساً، و 662 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و 90 خزينة، إضافة ل 1511 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع، وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 528,854 حكما قضائيا
بإجمالي 45,623 متهماً، من بينهم 2,164 حكم جناية و191,713 حكم حبس و259,106 حكم غرامة و75,871 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 19 تشكيلاً عصابياً ضموا 66 متهماً قاموا بارتكاب 128 حادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 76 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 86 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1212 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1347 متهماً وبحوزتهم قرابة 99.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وحوالي 130 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 20 كيلوغرام، إضافة إلى حوالي 15.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 26,413 قرص مخدر. عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة اجتماعا برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بعد إعادة التشكيلة، وبعد أن انضم إليه كل منا المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة بدلا من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس اللذين اكتمل عطاؤهما في 30 من يونيو الماضي. كما دعي لحضور الجلسات المستشار عادل فهيم محمد عزب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا. وافق المجلس الخاص على أن يتولى المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة المجلس الخاص للشؤون الإدارية ورئاسة المحكمة الإدارية العليا ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة ورئاسة محكمة الأحزاب ورئاسة دائرة توحيد المبادئ. كما وافق المجلس الخاص على تولي المستشار محمد محمود عثمان رئاسة هيئة مفوض الدولة اعتبارا من 29 من سبتمبر المقبل وخلال العام القضائي 2021-2022. كما يتولى المستشار الدكتور محمد ماجد محمود رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارا من تاريخه وخلال العام القضائي 2021-2022. كما يتولى المستشار عادل فهيم محمد عزب الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتبارا من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29 من سبتمبر المقبل يتولى رئاسة هذه المحكمة وخلال العام القضائي 2021-2022. أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أن اتفاقية وكالة الدواء الإفريقية تشجع دول القارة على توطين صناعة الدواء المحلية، وقالت زايد خلال مؤتمر صحفي حول إعلان انضمام مصر لاتفاقية وكالة الدواء الإفريقية أن مصر تدعم توحيد التشريعات والقوانين الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها خاصة بعد مرور العالم بجائحة كورونا. النهاردة مصر بتعلن موافقتها على الانضمام لي أو على العمل مع الأما أو الوكالة الأفريقية للأدوية، وإن شاء الله إحنا بنسعى كمان إن إحنا نحاول إن يكون مقر هذه الوكالة في القاهرة بإذن الله. أهمية الوكالة الأفريقية للأدوية أو المنظمة الأفريقية للأدوية إنها بتوحد القوانين والتشريعات الخاصة بتداول الأدوية وتسجيلها وتسعيرها وتمكين الحكومات من والقطاع الصحي في الدول من التصنيع والاستثمار في الأدوية، وده طبعا بعد مرور العالم بجائحة الكورونا. وأكدت وزيرة الصحة دعم القيادة السياسية في مصر لإنشاء وكالة الدواء الأفريقية والتي من المقرر إقرارها خلال القمة الأفريقية القادمة من قبل قادة الدول الأفريقية، لافتة إلى أن مصر تسعى لاستضافة المقر الرئيسي للوكالة بالقاهرة.
احنا مرحبين جدا بانضمام مصر لهذه الاتفاقية. مصر هتشتغل من خلال الأمة على انها تكون صرح كبير جدا يخدم الشعوب الأفريقية. الإرادة السياسية في مصر بتدعم والقيادة السياسية بتدعم هذه المنظمة، وإن شاء الله على القريب في القمة الأفريقية القادمة يتم إقرار هذه الوكالة من القادة الأفارقة بإذن الله. قال مبعوث الاتحاد الافريقي الخاص لوكاله الدواء الافريقيه ميشيل سيديبي ان مصر من اكبر دول القاره في تصنيع الادويه واللقاحات. جاء ذلك خلال مؤتمر لاعلان انضمام مصر لاتفاقيه وكاله الدواء الافريقيه، واضاف ان مصر لها دور محوري في الدول الافريقيه، موضحا ان التواجد لمصر في وكاله الدواء الافريقيه سيكون له اثر كبير على دول القاره جميعها. انطلق المعسكر الخامس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس بمدينة شرم الشيخ، وذلك حتى 17 من يوليو الجاري. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن المعسكر يأتي ضمن المبادرة الرئاسية اتكلم عربي لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية. أنا سعيدة النهاردة ببدء فعاليات معسكر اتكلم عربي لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج بالتعاون مع شركة والسبرينج. الحقيقة شغل الوزارة بالتعاون مع هذه الشركة لتنظيم معسكرات في شرم الشيخ خاصة بالمصريين في الخارج، يمكن عملنا أكثر من 20 معسكر، وحتى أثناء جائحة كورونا كنا عملناها عبر تقنية زوم مع الولاد في الخارج. ده أول معسكر بقى فعلي، وده يمكن بيوري ان احنا هنبدا ان احنا نتنفس الصعداء زي ما بيقولوا. انما كنت سعيده بمشاركه اكثر من 50 طفل وطفله من كندا، من السعوديه، من الولايات المتحده الامريكيه، من فرنسا ومن المانيا، سعيده بيهم. وكان النهارده اللقاء بيهم في بدايه هذه الفعاليات، اتكلمنا عن موضوعات كثيره جدا الحقيقه، ثوره 30 يونيو، الاصلاحات اللي حصلت في مصر، نوعيه الشعب المصري وصلابته لدايما القيادة السياسية بترجع الفضل ليه لكل الحقيقة الانتصارات اللي حصلت ومشروعات التنمية. إنما بالأساس كنا بنتكلم عن مبادرة الكلام عربي وإزاي إن هويتنا وثقافتنا العربية لابد إن احنا نهتم بيها، وإن احنا مش ضد إن هم يكلموا لغات تانية، ولكن مهم إن هم ما ينسوش لغتهم وثقافتهم وهويتهم. ابتدينا نعمل مسابقات كده على شوية كلام عربي إزاي يعرفوا يترجموه بالإنجليزي، ما عرفوش يترجموه مش عشان حاجة، علشان إن لغتنا ثرية جدا بالمعاني. في العراق أفادت مصادر طبية بمصرع أكثر من 30 شخصا في حريق بأحد مستشفيات العزل لمصابي فيروس كورونا في محافظة ذي قار العراقية. وأضافت الوكالة أن الحريق اندلع بمستشفى الإمام الحسين، لافتة إلى أن السلطات العراقية قامت بإخلاء المرضى من المستشفى، بينما أعلنت مديرية صحة محافظة ذي قار حالة الطوارئ على خلفية الحريق. عقدت جامعة الدول العربية والحكومة اليابانية برنامج الأمم المتحدة الإنمائية المائدة المستديرة الخامسة رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو، وذلك لمناقشة أولويات تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدول العربية في ظل سعي المنطقة للتعافي من تداعيات فيروس كورونا. وتعهد الشركاء بتسريع وتيرة الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء التحديات الإنمائية التي تواجه المنطقة، كما جرى تحديد زيادة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة على أنه دافع رئيسي محتمل لتحقيق التقدم المنشود. حذرت منظمة الصحة العالمية من الجمع بين لقاحات فيروس كورونا والتي تنتجها شركات مختلفة، ووصفت كبيرة العلماء في المنظمة هذا التوجه بأنه خطير، ومشيرة إلى عدم توافر البيانات والأدلة عندما يتعلق الأمر بمسألة الجمع بين اللقاحات.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن وباء فيروس كورونا ينتشر بسرعة بسبب متحور دلتا. وخلال خطاب للشعب الفرنسي حول الوضع الصحي في بلاده، حذر ماكرو من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سيزداد بسبب سلالة دلتا، معلنا العمل بالشهادة الصحية داخل جميع المنشآت الثقافية. كما أعلن تعزيز الرقابة على الحدود في إطار إجراءات مواجهة كورونا. وشدد الرئيس الفرنسي على أن التلقيح ضد كورونا سيحمي من المتحورات الجديدة، معلنا إلزامية التطعيم للعاملين بالقطاع الطبي والعاملين بدور رعاية المسنين بحلول منتصف سبتمبر القادم. أعلنت بريطانيا رفع معظم قيود كورونا اعتبارا من 19 من يوليو، وحث وزير الصحة البريطاني المواطنين بتوخي الحذر عندما يتم رفع كل ما تبقى تقريبا من قيود الفيروس في إنجلترا الأسبوع المقبل. وأوضح أن زيادة الإصابات تعطي إشارة بالتأكيد على عدم انتهاء الجائحة بأي حال من الأحوال. قيود مشددة تفرضها دول العالم عقب انتشار سلالة دلتا الأسرع انتشارا والأكثر عدوى من بين سلالات فيروس كورونا المختلفة. في استراليا أعلنت السلطات تسجيل ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا، حيث فشل الإغلاق في سيدني أكبر مدن البلاد في وقف تفشي الفيروس خصوصا سلالة دلتا شديدة العدوى. من جانبها قالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز إن مستوى الإصابات خلال الأيام المقبلة سيحدد ما إذا كان سيجرى تمديد العزل العام في سيدني المقرر أن ينتهي يوم الجمعة، مناشدة السكان الامتثال لقواعد العزل العام التي تم تشديدها مطلع الأسبوع الحالي. في المقابل مددت حكومة البيرو لمدة شهر حالة الطوارئ السارية منذ 16 شهراً في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. وبموجب هذا القرار فإن حالة الطوارئ التي كان مقرراً انتهاؤها في 31 من يوليو ستبقى سارية حتى نهاية أغسطس. أما كوريا الجنوبية التي تشهد تزايداً في عدد إصابات كورونا فأعلنت سريان قيود أكثر صرامة لمكافحة الفيروس في محاولة لوقف أسوأ تفشي له على الإطلاق. وفرضت الحكومة أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة في سول والمناطق المجاورة لأول مرة، بما في ذلك حظر تجمع أكثر من شخصين بعد الساعة 6 مساءً. وفي جنوب أفريقيا تم تمديد القيود المشددة للتصدي لكوفيد-19 لمدة 14 يوماً، إذ يمر البلد الأكثر تضرراً في القارة الأفريقية من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بموجة جديدة من الجائحة. وبموجب تلك القرارات سيستمر حظر جميع التجمعات والتجول من 9 مساءً حتى 4 من صباح اليوم التالي. بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن القارة الأوروبية قد تكون على أبواب موجة وبائية جديدة أقل خطورة من تلك التي شهدتها في ربيع العام الماضي، لكن بعدد أكبر من الإصابات قد تعجز بعض الأنظمة الصحية عن استيعابه. وتأتي تلك التحذيرات في الوقت الذي أفاد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية والوقاية منها بأن إسبانيا عادت لتتصدر البلدان الأوروبية من حيث معدل سريان الوباء. أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر من أكثر الدول نشاطاً في البحث العلمي في المنطقة. وكشف المركز أبرز نقاط تطور الأداء المصري في البحث والنشر العلمي في العالم، موضحا أن 48% من النشر العالمي العربي في 2016 شارك به باحثون مصريون، و 46% من الباحثين في مصر سيدات. وكان من أبرز مجالات تفوق الأداء المصري على المستويين العالمي والعربي هو مجال البحث والنشر العلمي في الطاقة. في إطار فعاليات النسخة الشبابية من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور بالأسكندرية، زار الوفد الشبابي المصري واليوناني والقبرصي المربع اليوناني القديم
بحي الشطبي، وقد تجول الوفد داخل المربع الذي يضم ملعبا كبيرا ومدرسة ومقر الجمعية اليونانية بالأسكندرية والقنصلية اليونانية العامة. كما زار الوفد اليوناني القبرصي متحف كافافيس وهو منزل الشاعر اليوناني السكندري الشهير. هذه وقفة مع أهم الأخبار الاقتصادية. بحث وزير البترول طارق الملا مع السفير التشيلي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ظل رغبة قوية من شركة إناب التشيلية في زيادة أنشطتها في مصر. وأكد الملا أن هناك العديد من الفرص الواعدة في عدد من المناطق ذات الاحتمالات البترولية الجيدة أمام الشركة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن التوجه الحالي الذي ينفذه القطاع في تطبيق التكنولوجيات الحديثة والترويج لمناطق البحث والاستكشاف بأسلوب متطور في ضوء إطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج قد نجح في جذب أنظار الشركات العالمية وشجعها على تعزيز استثماراتها في مصر وزيادة أنشطتها. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد والتابع لجامعة الدول العربية. بحثوا المشروعات التي ينفذها المركز في مصر، واستعرض القصير المشروعات القومية الزراعية بمصر ومشروع الدلتا الجديدة والجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الزراعة في توفير الأمن الغذائي وتدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعية في مشروعات التوسع الأفقي. اعتمدت وزارة التنمية المحلية الخطط الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات بقيمة 19 مليارا و800 مليون جنيه للعام المالي الجاري. وأشار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى أن الخطة تستهدف دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال تنفيذ المشروعات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، حيث راعت الخطة عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية حتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها. قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إنه تم اكتذاب نحو 2519 سفينة من شركات لم تكن تعبر القناة من قبل منذ يناير الماضي وحتى الآن بإيرادات وصلت إلى 620 مليون دولار، ومشيرا إلى أن الحزم التسويقية والتي أطلقتها القناة ساهمت في زيادة عبور السفن خلال جائحة كورونا، إضافة إلى فتح الموانئ والمصانع منذ يناير الماضي، ومؤكدا أن القناة لا زالت جاذبة لجميع الخطوط خاصة لأنها أقصر طريق. طبعا الحمد لله يمكن السياسات التسويقية المرنة اللي احنا اتخذناها من ديسمبر 2019 حتى كنا بدأنا نشتغل فيها، وكانش يعني كانت بدأت موضوع كورونا يظهر في الصين، ويمكن بدأت في مصر هنا في شهر مارس تقريبا 2020 بدأت تبان تأثيرها. فاحنا كنا شغالين من بدري عم نحسبنا ان احنا كنا حضرنا قبل كده ازمتين في 2008 و2016، فكنا مجهزين من بدري في سياسات تسويقيه تخفيضات كبيره جدا عشان نجذب، تخفيضات محسوبه طبعا. عندنا اداره التخطيط والمتابعه عملت دراسات كبيره جدا مستفيضه يعني، وقعدوا معانا قعدوا معاهم يعني وعرفت منهم القصه، وصدقنا على الموضوع ده ان يتم تخفيضات تصل من 17% لغايه 75% طبقا للمكان اللي تيجي منه السفن. الحقيقه ده جذب السفن كلها خلت تبص على التخفيضات دي، حتى اللي كانوا عايزين يوقفوا بعض المراكب بتاعتها فقالوا ممكن نستفيد احنا بالتخفيضات دي ونشغل المراكب بتاعتنا. احنا جذبنا خلال الست شهور الاولين من السنه الميلاديه من يناير يعني سنه 2021 ليوليا 30 يونيو 2021 حوالي 2519 سفينه، ما كناش المفروض يجوا عندنا يعني، ده زبون جديد، دول دفعوا 620 مليون دولار. فهي يعني احنا حتى السدات الدوليه باللي حصل في 2020 كله كان بيعول على ان مفيش سبب غير ان السياسات التسويقيه اللي اتخذتها كارشيت نجحت ان حققت هذه الزيادات في دخول قناه السويس على السفن المره دي.
سجلت إحصائيات الملاحة بقناة السويس خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة نتيجة لنجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها هيئة القناة في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء. المزيد نطالعه في سياق هذا التقرير. قناة السويس تؤكد مكانتها الرائدة عالمياً رغم كل التحديات مع تسجيلها أرقاماً قياسية غير مسبوقة على صعيد أعداد السفن العابرة والحمولات والإيرادات المحققة. الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس صرح بأن القناة سجلت أعلى عائد سنوي في تاريخها بواقع 5,850,000,000 دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 5,720,000,000 دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2%. جاء ذلك بعد أن سجلت إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 9,763 سفينة بزيادة 217 سفينة عن ذات الفترة من العام الماضي. سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة انتهجتها الهيئة وبفضلها حافظت على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء، حيث ساهمت السياسات المرنة خلال النصف الأول من عام 2021 في جذب 2,519 سفينة، كما لعبت الحوافز والتخفيضات الممنوحة دوراً بارزاً في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالي. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد يعد واحداً من أهم مجالات التعاون بين مؤسسات العمل العربي المشترك وثمر من ثمار التعاون بين الجامعة وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء ومنظمة أوبك. جاء ذلك في كلمته في حفل إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2020، وقال أبو الغيط إن هذا التقرير والذي نحرص جميعاً على إطلاقه سنوياً منذ عام 1980 يعد المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية ومؤشراتها الأساسية، ومضيفاً إن المعلومة تمثل السلعة الأهم لصناع القرار. قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إنه قد يتم اتخاذ تدابير جديدة في العام المقبل لدعم اقتصاد منطقة اليورو بعد انتهاء برنامج السندات الطارئة الحالية. وصرحت لاغارد بأن جلسة مجلس الإدارة في يوليو الجاري سوف تنطوي على بعض الاختلافات والتغيرات المثيرة للاهتمام، متوقعة استمرار خطة شراء السندات الحالية البالغة 2,200,000,000,000 دولار للبنك المركزي الأوروبي على الأقل حتى مارس المقبل. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا عقد اجتماع استثنائي لرابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبك في الجمعة المقبلة لتحسين استجابة دول المنطقة لجائحة كورونا. وتنظم نيوزيلندا عبر الإنترنت في نوفمبر المقبل القمة السنوية للرابطة بمشاركة دول المنظمة 21، إلى أنها دعت إلى اجتماع استثنائي للبحث في التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الأزمة الحالية. وأضافت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن اقتصادات دول أبك عانت خلال السنة الماضية بأسوأ انكماش منذ الحرب العالمية الثانية مع إلغاء 81 مليون فرصة عمل. هلا مشاهدينا إلى وقفة مع آخر أخبار رياضية. انطلقت منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات التي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية، وذلك حتى 18 يوليو الجاري.
ويشارك في البطولة 165 لاعبا ولاعبة بواقع 92 لاعبا و73 لاعبة من 27 دولة. احنا بصدد فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث، زي ما حضراتكم عارفين بطولة العالم الخماسي الحديث بيشارك معانا حوالي 28 دولة، فيهم منتخب مصر بحوالي اكتر من 200 لاعب ولاعبة، منتخبات 28 دولة. ده حدث طبعا بيبين للعالم كله ان مصر قادرة تحت طبعا قيادة سيادة الرئيس بتوجيهات سيادته بعد بطولة العالم للهندبول وبعد بطولة السلاح وبعد بطولة الجمباز. طبعا ده تم بتنسيق بين الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري والاتحاد المصري للخماسي الحديث. ان شاء الله بإذن الله تحضروا معانا فعاليات التكريم، وان شاء الله بإذن الله تكون لمصر ميداليات مؤكدة ومركز اول، مش ميداليات بس. نرحب بكم وإن شاء الله تستمتعوا معنا بتنظيم ومشاهدة فعاليات الحدث. طبعا زي ما حضراتكم عارفين السباحة بتقام هنا والرماية بتقام هنا والجري وسلاح الشيش والفروسية، زي ما حضراتكم شايفين معنا كل الفعاليات في كامبز مقفول معد باتباع جميع الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19. تصدر منتخب المكسيك منافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات بعد انتهاء مسابقات السباحة والسلاح ونقاط السلاح الإضافية بونت راوند، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالأسكندرية. احتل ثنائي مصر المكون من أميرة قنديل وسلمى أيمن في المركز الثاني برصيد 537 نقطة. نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات بالفوز بأولى مبارياته بتصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت 2021 على حساب منتخب جنوب السودان، وتمكن منتخب الفراعنة تحت قيادة إيهاب الألفي من الفوز بنتيجة 65-95 على فريق جنوب السودان في اللقاء الذي أقيم بينهما على صالة كيغالي في رواندا، ويخوض المنتخب المصري مباراته الثانية مساء الثلاثاء أمام البلد المضيف. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني روبرتو غاراسيا القائمة النهائية، والتي تخوض منافسات أولمبياد طوكيو. ويلعب المنتخب المصري لكرة اليد ضمن المجموعة الثانية والتي تضم الدنمارك والسويد البحرين اليابان والبرتغال. وصل المنتخب الأولمبي انتظامه في معسكره استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تنطلق خلال الفترة من 23 من يوليو حتى 8 من أغسطس. وتلقى الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب نتيجة المسحة الطبية الثانية والتي أجراها اللاعبون وأفراد الجهاز الفني والتي جاءت سلبية للجميع. كما حضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات نادو، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الأولمبية المصرية. قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسيماني اصطحاب جميع اللعيبة لرحلة المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا في نهائي دوري الأبطال الإفريقية والمقرر لها السبت المقبل. وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي الموافقة على سفر الثنائي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكام إلى طوكيو ضمن بعثة المنتخب الأولمبي، فيما ينضم الرباعي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأكرم توفيق. وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح الثلاثاء على ملعب مختار التتش، ومن ثم التوجه إلى المغرب. استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا لاعب المنتخب الإيطالي بقيادة المدرب روبرتو مانشيني بعد تحقيق بطولة كأس أمم أوروبا بالفوز على إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية. وحث الرئيس الإيطالي لاعب منتخب الأزوري على مواصلة الأداء المتميز الذي قدموه في يورو 2020، لا سيما مع اقتراب بطولة كأس العالم 2022.
استقبل رئيس الوزراء الإيطالي منتخب بلاده الفائز ببطولة أمم أوروبا يورو 2020، ووجه الشكر للمنتخب والمدير الفني للجهاز وباقي أيضا الجهاز، وأشاد بمستوى المنتخب في هذه البطولة. Assistiamo a questa bella cerimonia, rivolgiamo un calorosissimo applauso a questi campioni. Grazie, grazie mille. احتفالات كبيرة شهدتها الشوارع والساحات الإيطالية بعد فوز المنتخب الوطني على إنجلترا والتتويج بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم. المزيد نطالعه في هذا التقرير. احتفالات كبيرة شهدتها الشوارع والساحات الإيطالية بعد فوز المنتخب الوطني على إنجلترا والتتويج بلقب بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، وانطلقت الألعاب النارية والموسيقى في شوارع روما وسط بهجة كبيرة في صفوف المشجعين الإيطاليين المحتشدين في الساحات العامة. وانتقلت الاحتفالات في مدن ميلانو ونابولي والتي تفجرت بعد ركلة الترجيح الأخيرة التي أنقذها حارس إيطاليا دوناروما من بوكايو ساكا. هذا وأشاد المشجعون الإيطاليون بمدرب المنتخب الوطني روبرتو مانشيني لقيادته البلاد للخروج من أعماق خيبة الأمل عندما فشل الفريق في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا وقيادتهم إلى لقبهم الأول في بطولة أوروبا منذ عام 1968. هكذا احتفل الإيطاليون بالنصر الذي وصفوه على أنه انتفاضة هائلة بعد الفشل في التأهل لكأس العالم الأخيرة. قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فتح تحقيقات موسعة في اقتحام مجموعات من الجماهير ملعب ويمبلي قبل انطلاق مباراة منتخب إنجلترا ضد إيطاليا أمس في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020. من جانب آخر، أدان مدرب إنجلترا الإساءة العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين الذين أهدروا ركلات الترجيح في نهائي بطولة أوروبا قائلا إن هذه الإساءة لا تغتفر، وأضاف إن فريقه كان نقطة ضوء في محاربة العنصرية لأنه مثل جميع البريطانيين، وأظهر أهمية العمل الجماعي والطاقة الإيجابية خلال هذه البطولة. وكانت خسارة المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح في نهائي يورو 2020 تصدرت الصفحات الأولى من الصحف البريطانية، فيما احتفلت الصحف الإيطالية بفوز منتخبها. تصدرت خسارة المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح في نهائي يورو 2020 الصفحات الأولى من الصحف البريطانية. صحيفة التلغراف نشرت صورة المدير الفني ساوثغيت ولاعبه بوكايو ساكا الذي أهدر ضربة الترجيح الأخيرة، وعنونتها تحت اسم معاناة شديدة، ضربات الترجيح تكسر القلوب مرة أخرى. وبصورة مشابهة كتبت صحيفة ذا ديلي ميل على غلافها: كل شيء ينتهي بالدموع. أما صحيفة الجارديان فاكتفت بعنوان يحمل بعضا من الحزن، وهو كانت قريبة للغاية. وتصدرت عنوان إنه مؤلم لكننا فخورون جدا بك الصفحة الأولى لصحيفة ذا ديلي إكسبريس. صحيفة الصن من جهتها عنونت صفحتها الأولى باسم فخر الأسود، وهو المعنى نفسه الذي تحدثت عنه صحيفة ذا ميرور التي وصفت المنتخب الإنجليزي بالشجاع. على الجانب الآخر، احتفلت الصحف الإيطالية بفوز منتخبها بيورو 2020 وعنونت مجلة لا جازيتا ديلو سبورت صفحتها الأولى قائلة: عادت إلى الوطن، بالطبع يمكننا أن نغنيها. كما احتفلت كوريري ديلو سبورتو بالمنتخب الإيطالي مشيدة بالروح العالية التي كانت يتحلى بها اللاعبون خلال البطولة، مبرزة فوز الحارس دوناروما بجائزة أفضل لاعب.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يأمل في فوز بريطانيا وإيرلندا بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وأكد جونسون خلال مؤتمر صحفي إن المملكة المتحدة لديها فرصة جيدة مع إيرلندا لتنظيم كأس العالم، بالرغم من أنها عملية طويلة وصعبة، لكن بلاده ستحاول تحقيق ذلك. خاض النجم الإسباني سيرجيو راموس التدريب الأول له بقميص فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي انتقل إليه مؤخرا بشكل رسمي في صفقة مجانية عقب انتهاء تعاقده مع النادي الملكي ريال مدريد في الصيف الحالي. ووافق راموس على عرض النادي الباريسي بعد رفضه عرضين من ناديين إنجليزيين، حيث كان أحدهما أعلى في المقابل المادي من عرض باريس سان جيرمان. وإلى حالة الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ومن حالة الطقس إلى تذكير بعناوين النشرة. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام. الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء. وزير الخارجية يسلم رئيس المجلس الأوروبي رسالة من الرئيس السيسي. لمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام ويوتيوب. الشكر لكم من زميلتي أي عبد الرحمن ومني همام مجاهد على متابعتكم الكريمة. دمتم في أمان الله.